معارك هي الأعنف بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي الشمالي الضالع، والميليشيات تتكبد خسائر فادحة. قبائل مأرب وحزب الإصلاح توترات تنذر بتفجير الوضع في المحافظة. فعاليات واحتفالات متواصلة بعيد الأضحى المبارك في عدن وحضرموت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. أفاد مراسلنا في أبيان بوقوع انفجار في مديرية مودية استهدف سيارة التغذية التابعة للقوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق. وأوضح مراسلنا أن الانفجار ناتج عن تفجير عبوة ناسفة زرعت وسط السوق العام بالمدينة استهدفت إحدى مركبات التموين العسكري بالقرب من موقع التغذية للقوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق، ولم يسفر عن أي خسائر. وفي نفس السياق تعرضت سيارة إسعاف تابعة للقوات الجنوبية لتفجير عبوة ناسفة بمديرية مودية أسفرت عن جرح جنديين تم إسعافهم إلى مستشفيات المحافظة. أفادت مصادر ميدانية بتكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في معارك عنيفة مع القوات الجنوبية بريف محافظة الضالع. وتركزت أعنف المعارك خلال الساعات الماضية في قطاع باب غلق بحسب المصادر. القتال على أشده بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات ريف محافظة الضالع. هنا إلى الشمال من المحافظة دارت مواجهات وصفت بالأعنف بين الجانبين، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. بحسب مصادر القوات الجنوبية تركزت المواجهات بمواقع عدة في قطاع باب غلق في الريف الشمالي للمحافظة. المعارك هذه أعقبت هجوما شنته وحدات من القوات الجنوبية على مواقع للميليشيات الحوثية جنوبي منطقة العودة. تقول القوات الجنوبية إن الهجوم كان ضربة استباقية على مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية التي كانت تستعد لتنفيذ هجوم صوب مواقع محررة بعد وصول تعزيزات عسكرية إليها خلال الأيام الماضية. القوات ذاتها أكدت أن الهجوم حقق أهدافه وقضى على تحركات ميليشيات الحوثي وكذلك مواقع مستحدثة موقعا قتلى وجرحى بصفوف العناصر الحوثية الإرهابية، جثثهم ما تزال مرمية على سفوح الجبال حتى اللحظة. المعارك هذه سبقها خلال الأيام الماضية استهداف متواصل شنته ميليشيات الحوثي على قرى المدنيين شمال وشمال غرب محافظة الضالع بالطيران المسير، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، فضلا عن محاولات تسلل عديدة كانت تحاول الوصول إلى مواقع عسكرية في جبهات ريف محافظة الضالع قبل أن تتصدى لها وحدات القوات الجنوبية. تغير القوات الجنوبية قواعد المعركة في الميدان في أعقاب هذا الهجوم، فتمكنت من شل قدرات الميليشيات الحوثية الهجومية والقضاء على التعزيزات التي توافدت إليها ورفع فاتورة خسائر الميليشيات الانقلابية، مؤكدة أنها لن تسمح بأي استغلال حوثي للهدنة في تنفيذ محاولات تسلل أو استهداف منازل المدنيين، ولن تظل أيضا مكتوفة الأيدي. فهل تقلصت فرص السلام في اليمن وعاد خيار المعركة؟ لا تستبعد مصادر عسكرية ذلك، فالمعارك تتسع رقعتها كل يوم أكثر فأكثر. هنا في محافظة تعز دارت معارك مماثلة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في جبهة الدفاع الجوي، وقالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته الميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة. ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية بقصف مدفعي مباشر جريمة جديدة بحق المدنيين في جنوب الحديدة. مصادر محلية أفادت بأن الميليشيات المدعومة إيرانيا استهدفت بقذائف الهون قرى هائلة بالسكان في وادي نخلة بمديرية حيس، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال أثناء ريعهم الأغنام. بحسب المصادر تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مستشفى الخوخة الميداني. قالت مصادر قبلية في محافظة مأرب إن ممارسات قيادات حزب الإصلاح وعناصره بلغت مستوى لم يعد بالإمكان تجاوزه أو الصمت
حيالة، وآخرها قتل أحد أكبر شيوخ القبائل وعدد من مرافقيه في منطقة مفرق حريب. منذ سيطرة حزب الإخوان على محافظة مأرب، يسعى التنظيم جاهدا لإضعاف القبائل التي وقفت بوجه الميليشيات الحوثية والتي كان لها الدور الأكبر في طرد الميليشيات وتحرير المحافظة، إلا أن حزب الإخوان ومنذ بسط نفوذه على المحافظة الغنية بالنفط عمد إلى سياسة الحزب التي تقوم على إضعاف المكون القبلي وتفتيته مع تصفية الشيوخ المعارضين له، على غرار ما حصل مؤخرا مع الشيخ القبلي مبارك طالب بن عقار ومرافقيه في مفرق حريب، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع أبناء القبائل في المحافظة. ولطالما كان التوتر قائما في محافظة مأرب بين حزب الإخوان والقبائل التي ترى بأن الحزب انتهج ممارسة القتل والعنف والاختطاف وبناء السجون السرية لمعارضيه من أبناء القبائل، ناهيك عن السيطرة على المؤسسة العسكرية والأمنية في المحافظة بجانب إدارة المحافظة اقتصاديا، حيث عمد التنظيم إلى فصل محافظة مأرب عن البنك المركزي في عدن وعبث بموارد المحافظة لتمويل مشاريعه التخريبية. وتقول الأوساط القبلية إن ممارسات قيادات حزب الإصلاح وعناصره بلغت مستوى لم يعد بالإمكان تجاوزه أو الصمت عنه، والذي قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية ضد الحزب الذي عبث بالمحافظة منذ تحريرها، لافتين إلى أن جميع المؤشرات توحي بنذر انتفاضة ضد الوجود الإخواني، لكن ما يعطلها حتى الآن هو القلق في صفوف القبائل من إمكانية استغلال الحوثيين الوضع للسيطرة على المدينة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عدن الصحفي شاجع حسام بحيبحة. أهلا بك معنا سيد بحيبحة في هذه النشرة. بداية سيد بحيبحة، قبائل مأرب وحزب الإصلاح توترات قائمة في معقل الإخوان في مأرب، الأسباب برأيك وكذلك التداعيات من وجهة نظرك؟ طبعا أمسي عليكم بالخير وعلى مشاهدين قناة الغد المشرق. طبعا الأحداث التي شهدت مأرب مؤخرا بين قبائل عبيدة الذي قبائل الفجيح وقوات الإخوان في مأرب هو يأتي على خلفية استحداث قوات الإخوان في مأرب لمواقع عسكرية ونقاط بالقرب من منازل الفجيح في القرب من مفرق حريب صافر. هذا الاستحداث أثار يعني في منطقة كان لم يكن فيها أي نزاع أو ما إلى ذلك، فالقبائل شعروا أن هناك نوع من الاستهداف بالقرب، لأن الجماعة أحضروا مواقعهم إلى قرب من منازلهم، فذهب إليهم الشيخ مبارك بن عقار من أجل أن يتفاهم معهم، فقاموا بقتله بدم بارد. بعد ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بعد مقتل الشيخ مبارك بن عقار، خلفت على أثرها أيضا 9 قتلى من أبناء الفجيح وعدد من الأمن، ما تسمى قوات الأمن التابعة للإخوان. الجدير بالذكر أن قوات الإخوان استخدمت في تلك المعركة في ذاك المساء استخدمت كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفية والثقيلة، حتى أنها استخدمت الأسلحة التي قدمها لها التحالف العربي من أجل التقدم نحو صنعاء، واستخدمتها في مواجهة أبناء قبائل مأرب. طيب سيد بحبح، في نفس السياق، لماذا يسعى تنظيم الإخوان إلى إضعاف قبائل مأرب ويعني التصفية خاصة لبعض شيوخها حسب ما ذكرت؟ هل هي سياسة الحزب أم هي مصالح وقتية في مرحلة ما؟ أنا أعتقد أنها سياسة الحزب. طبعا تفكير الجماعة، تفكير جماعة الإخوان التي تحكم مأرب هو نفس تفكير جماعة الحوثي التي تحكم صنعاء. الجماعة في مأرب
عمدوا إلى إضعاف القبائل المؤثرة داخل المأرب. لو نلاحظ أنهم استنزفوا قبيلة بحجم قبيلة مراد، استنزفوها في مختلف الجبهات لفترات طويلة، وبعد ذلك تماهوا مع جماعة الحوثي وطعنوا قبائل مراد في الظهر، واستطاع بهذه الطعنة استطاعت ميليشيا الحوثي الدخول إلى مناطق قبائل مراد التي كانت عصية على جماعة الحوثي لسنوات طويلة، وبتسليم الإخوان لحريب وبيحان وتلك المواقع استطاعت ميليشيا الحوثي أن تتقدم باتجاه قبائل مراد. هم بعد أن استنزفوا قبائل مراد الآن يعمدوا إلى تفتيت قبيلة عبيدة، بتغذية الصراعات الداخلية بسياسة فرق تسد، وإضافة إلى ذلك لأنك لا تعرف أن قبيلة عبيدة هي تقع بمنطقة الثروة في مأرب وهي منطقة صابر، فالجماعة الإخوان تهمهم، كل ما يهمهم هو أن تبقى إيرادات مأرب وأن تبقى ثروات مأرب بأيديهم، لأنهم يعتبروا مأرب الآن هي الكنز الثمين الذي وجدته الجماعة، وهذه الإيرادات تنقل الجماعة نقلة نوعية في لبناء ذات الجماعة. الإخوان استخدموا إيرادات مأرب لبناء الجماعة وليس لبناء مأرب. مأرب لمعلوماتكم ليس لها من إيرادات مأرب وليس لها من ثروات مأرب إلا الاسم. الجماعة هم يروا أنه في توحد قبائل أبناء مأرب يشكل تهديد لهم في حال طالبوا بثروتهم وحكم محافظتهم، فلذلك الجماعة يستهدف الآن قبيلة عبيدة من أجل إضعافها. هذه هي سياسة ممنهجة تتخذها الجماعة من أجل إضعاف القبيلة في مأرب، من أجل أن تبقى هي المسيطرة على مقدرات المأرب. الآن الأصوات بدأت تتعالى من المطالبة من أبناء مأرب المطالبة. سيد بحيب، سنعود على هذه النقطة، مسألة الأصوات سنعود إليها لاحقا. طيب، في ظل ما ذكرته، إلى أي حد ما يحدث في محافظة مأرب وبالتحديد من ممارسات الإخوان من فصل محافظة مأرب عن البنك المركزي في عدن وكذلك العبث بموارد المحافظة لصالح حزبهم، وكذلك السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية لضرب كل من يعارضها، ألا يصب في مصلحة ميليشيات الحوثي بشكل أو بآخر؟ نعم. هذا سلوك جماعة الإخوان طوال التسع سنوات الماضية في إدارة المؤسسات في مأرب وفي أخوانة أجهزة الدولة وفي الاستحواذ والسيطرة وتعاملها بانتهازية مع شركائها في الدفاع عن مأرب، هذا هو أثر سلبا على 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 سير المعركة وخدم جماعة الحوثي خدمة كبيرة. الجماعة استحوذت على إيرادات مأرب، استحوذت على كل المؤسسات، أخونت كل الأجهزة، أقصت أبناء مأرب. لو تذكروا أن أبناء مأرب طالبوا قبل فترة لمجرد أنهم طالبوا وعملوا وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير مدير الأمن آنذاك الذي هو المداني، قاموا الجماعة باستهداف الوقفة السلمية لأنهم يروا في مطالبة أبناء مأرب لحكم محافظتهم، يروا في ذلك أنه سيؤثر على حلم الجماعة في بناء دولتها التي ترى أن مأرب بإمكانيات مأرب الكبيرة في ثرواتها، ترى أنها فرصة سانحة لأن تبني الجماعة نفسها من ذلك. الجماعة استحوذت على إيرادات مأرب وتقدمها تصريفها ليس لمأرب منها شيء، تصرف إيرادات مأرب للجماعة ولمسؤولين ونافذين مع الجماعة ويقوموا باستثمارها، ربما استثمارات في الخارج لصالح الجماعة واستثمارات داخلية لبناء دولتهم. طبعا الجماعة هم معركتهم الآن نرى أنها لم تعد مع الحوثي وإنما مع من يقاتل الحوثي، هم
يريد أن يحرر المحرر، أما ما هو مع الحوثي لا يرى ذلك. هذا التخادم بينهم وبين ميليشيا الحوثي وصل إلى أعلى مستوياته. سلوكهم الآن، سلوكهم في استهداف القبيلة في مأرب، سلوكهم في إثارة حفيظة أبناء القبائل، سلوكهم وممارساتهم الممنهجة في استهداف قبائل مأرب، هذا يخدم الحوثي ويضعف اللحمة الداخلية. طالما هم تحدثوا وطالما هم يزايدوا أنهم مع وحدة الصف، لكن أفعالهم على أرض الواقع تثبت أنهم تخدم هم من يشكوا الصف. الآن هم يشكوا الصف بهذه الممارسات التي تضعف اللحمة الداخلية. الجماعة للأسف الشديد أصبحوا يتعاملوا بكل انتهازية في مأرب، حتى مع من كانوا شركاء معهم إلى أمس، حتى الذين قدموا لهم خدمات أصبحوا يستغنوا عنهم ويستهدفوهم. هذه الجماعة أثبتت انتهازيتها، وأبناء مأرب سيأتي يوما من الأيام وهم الآن يطالبوا، وكل يوم تتصاعد الأصوات من أبناء طيب مأرب في هذه النقطة التي أثرتها سيد بحيبح. بالنسبة للأصوات المعارضة للإخوان، هل تتوقعون انتفاضة شعبية ضد هذا الحزب الإخواني المتطرف وما يفعلونه من عبث بمقدرات محافظتهم مأرب؟ نعم، الأصوات المعارضة للجماعة بدأت تتنامى يوما بعد يوم. هم فقدوا، أنا بقول لك أنهم فقدوا بالنسبة لحاضنتهم ما كانت في أبناء قبائل مأرب التي كانت في بداية المعركة كانت مغترة بهذه الجماعة الذين كانوا محسوبين على حزب الإصلاح، لكن السياسة الممنهجة التي استخدمتها الجماعة كشفت كل أوراقها وأثبتت حتى لمن كانوا يخدموها ويقدمون الخدمات أنها لا يمكن أن تقبل بهم وأنها جماعة إقصائية. أنا أقول لك الأصوات في مأرب تتعالى يوما بعد يوم، لكن أنت تعرف أن الجماعة الآن هم يعتمدوا على حاضنتهم الشعبية التي هي النازحون الذي هم أتوا من خارج مأرب والذي هم يشكلوا عمقهم. الجماعة يعتمدوا على أتباعهم أو الحاضنة التي توجد لهم في مدينة مأرب. مدينة مأرب هؤلاء هم نازحين أتوا من مختلف محافظات الشمال، وأكثر وهذه هؤلاء يعتمدوا على هذه الحاضنة لأن أكثرهم ينتموا إلى الجماعة. طبعا إخوان، لمعلوماتكم إخوان مأرب، حتى إخوان مأرب أو إصلاحيون مأرب هم مقصيون الآن، والآن أصواتهم حتى يطالبوا، هم الآن يحسوا أنهم مقصيون ويطالبوا باستعادة، بعضهم يطالب الآن باستعادة قرارهم، لأن من يحكم مأرب ومن يسيطر على مواردها للأسف الشديد هذا بالتماهي مع محافظة المحافظة هم إخوان هضبة شمال الشمال. إخوان هضبة شمال الشمال هم الذين يسيطروا مأرب وهم المسيطرون على أهم المؤسسات وهم المسيطرون على مركز القرار. حتى الإخوان الذين هم من مأرب أصبحوا الآن مقصيون من 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 قبل إخوان هضبة شمال الشمال. هؤلاء الذين أتوا، أنتم تعرفوا أن هناك عدد كبير من النازحين، لذلك هم يعولوا على حاضنتهم هذه. أما حاضنتهم في التي كانوا يعتمدوا عليها في أبناء قبائل مأرب فهي سيأتي، أنا أعتقد أن الأصوات تتعالى وسيأتي يوما من الأيام، ونأتمنى أن يكون هذا اليوم قريب للتخلص من هذه الجماعة التي للأسف الشديد انتهازيتها وكلف مأرب وأبنائها الكثير. طيب أخيرا سيد بحيبح، كيف يمكن نجاح هذه الانتفاضة في حال ان تمت بشكل كبير في ظل ما يمتلكه هذا الحزب من معدات عسكرية ويعني قوات ممكن ان تقمع كل من يعارضها؟ نعم نعم، هنالك فارق كبير في الإمكانيات. الجماعة تملك إمكانيات عسكرية وتستخدم موارد مأرب الكبيرة لبناء نفسها وبناء قدراتها، وحتى هم أنا أعتقد أنهم لم يستهلكوا كل قوتهم التي قدمها لهم التحالف العربي والتي حصلوا عليها طوال 9 سنوات، لم يستهلكوها في معركة بالمعركة مع جماعة الحوثي. هم يعدوا لمعركتهم الحقيقية والتي هي مع خصومهم في المناطق المحررة.
هم يعدوا لذلك. بس أنا أعتقد أن حتى قوتهم ليست بتلك الصورة التي نتصورها. هم فقط كانوا يعتمدوا على أبناء القبائل. الاشتباكات الأخيرة التي حدثت بينهم وبين أبناء قبيلة آل فجيح أثبتت هشاشة هذه القوات. خلال ساعات وجيزة استطاعوا أبناء القبائل السيطرة على مواقع مهمة كانت تتمركز فيها قوات الإخوان، لولا أنهم سارعوا بطلب المساعدة بأن تدخل وساطة قبلية لإيقاف هذه الحرب، لأنهم كانوا في الاشتباكات الأخيرة في موقف ضعف. قوتهم ليست بتلك التي نتصورها. هم فقط أن الوقائع والأحداث أثبتت أن قوات أن دولة الإخوان في مأرب هي مجرد في الإعلام، أما على أرض الواقع لا وجود لها. أنا أشكرك سيد شاجع حسام بحيبحة الصحفي، كنت معنا مباشرة من عبدن على كل هذه الإيضاحات. وعودة للحديث عن الوضع العسكري في محافظة الضالع مع ميليشيات الحوثي، ينضم إلينا من الضالع عبر الهاتف فؤاد جباري المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع. أهلا بك معنا سيد فؤاد في هذه النشرة. في البداية، كيف تقرؤون المعارك العنيفة بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي في شمالي محافظة الضالع من الناحية العسكرية؟ أسعد الله مساءك أخي العزيز ومساء المشاهدين الكرام. طبعا المشهد العسكري في مختلف جبهات شمال الضالع يشهد تصعيد عسكري، سواء كان من جانب الميليشيات الحوثية التي بدأت هذا التصعيد منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، لكن انهينا هذا التصعيد ليلة أمس بقيام قوات المسلحة الجنوبية المرابطة في قطاع باب غلق القيام بتنفيذ عملية تغارب اتجاه المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية جنوبي منطقة العود، وهي تابعة نصف هذه المناطق تابعة لمحافظة إب اليمنية. تم تنفيذ هذه العملية باتجاه المواقع، وتم أيضا تحقيق كافة أهداف العملية وعودة أبطال القوات المسلحة الجنوبية بسلام. طبعا القوات المسلحة الجنوبية من خلال هذه العملية استطاعت أن تزيل أو تبعد الخطر الذي كانت ترتب له الميليشيات الحوثية في الاستعداد لشن عملية عسكرية بهذه المواقع، إضافة إلى إزالة أكبر قدر من الخسائر وسط هذه الميليشيات. ناهيك عن أهداف أن الميليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة استعرت من هذه العمليات باتجاه مواقعنا وغير أبها بما تقوم به من جهود سلام الأطراف الأممية والإقليمية، وأيضا لن نظل مكتوفي الأيدي أمام هذه التصرفات العنة للميليشيات الحوثية. طيب سيد فؤاد، باعتقادك لماذا تحشيد أو وصول تعزيزات عسكرية من قبل ميليشيات الحوثي صوب مواقع محررة وبالتحديد في شمالي الضالع خاصة في هذا التوقيت؟ لماذا الضالع بالتحديد كل هذه التعزيزات عليها؟ بالطبع أخي العزيز، الميليشيات الحوثية تحمل أكثر من هدف لمهاجمتها الضالع، باعتبار أن الضالع كما يؤمن بها قيادة ميليشيات الحوثي أن الضالع مركز الثورة الجنوبية والثقل العسكري والثوري الجنوبي، لذلك أن هذه المحافظة يجب أن تركع بحد وصفهم. لكننا نقول لهم أن الضالع كما ليست كما هي في العام 2015 والتي هزمتكم في وضعها الصعب. نحن اليوم قوة مرتبة، دربنا ونظمنا وخرجنا الدفع تلو الدفع، ولدينا من السلاح من العتاد ما هو أضعاف الأضعاف. نستطيع بعون الله أن نواجه هذه الميليشيات، ليس فقط مواجهتها وصدها، ولكن التقدم صوب المناطق التي تسيطر عليها في محافظة إب لولا الأوامر العسكرية التي تأتينا من قيادتنا العسكرية. نعم. طيب سيد فؤاد، كيف تفسرون استخدام ميليشيات الحوثي، طبعا قبل احتدام هذه المعارك الآن، باستخدامهم للطائرات المسيرة ناهيك عن محاولات التسلل المتكررة إلى الداخل في الضالع؟ هل القصد منه هو
إجهاد وإشغال القوات الجنوبية بهذه الطريقة، ومن ثم يتم الاستهداف المباشر لإجهاد القوات الجنوبية كما يحدث الآن في هذه المعارك الآن. بالطبع أخي العزيز، الميليشيات الحوثية لجأت مؤخرا إلى استخدام الطائرات المسيرة كاستراتيجية من حربية لمحاولة هجومية. طبعا هذه الطائرات كما يعرفها الكثير أنها طائرة درون عادية، قد تستخدمها بعض الدول لتوصيل طلبات أو للتصوير أو كذا، لكن الميليشيات طورتها لتحمل مقذوفات تم صنعها محليا. لكننا استطعنا إيجاد الوسائل الدفاعية للتصدي لهذه الطائرات وعدم وإزالة القدرة التأثيرية لهذه الطائرات. طبعا إشغال محاولة الميليشيات الحوثية إشغال القوات المسلحة الجنوبية في هذه الجبهة له كما قلت لك أكثر من هدف، باعتبار أنها بدل أن تعزز هذه الجبهة جبهات أخرى تنشغل بوضعها الداخلي، لكن لدينا قدرات دفاعية ولدينا استراتيجيات دفاعية نستطيع أن ندافع هنا وأن نناور في أي جبهة أخرى. القوات المسلحة الجنوبية سواء كان في الضالع في أي محافظة جنوبية عندها استراتيجية للدفاع وللهجوم في نفس الوقت. نعم. طيب أخيرا نسأل سيد فؤاد سؤال. التقرير ذكر التقرير أيضا أو تساءل التقرير، هل تقلصت فرص السلام في اليمن وعاد خيار المعركة برأيك؟ طبعا بالنسبة لقراءتنا كعسكريين أو كنظرتنا العسكرية لهذا الجهود، نعم أن نستطيع القول أن الميليشيات الحوثية من خلال تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات قتلت الجهود التي تبذلها الجهات الأممية والإقليمية لجهود السلام بارتكابها، سواء كان التصعيد العسكري باتجاه الجبهات أو التصعيد انتهاكاتها الإنسانية في حق المدنيين. نستطيع القول هنا في محافظة الضالع أن طوال هذه الفترة أو فترة الهدنة هناك العديد من الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية سواء كان بالطائرات المسيرة أو بالقناصات باستهداف المواطنين إلى مزارعهم إلى بيوتهم إلى وتدمير ممتلكاتهم. نستطيع القول أن أكثر من 70 ضحية مدني سقطوا خلال هذه الفترة، فترة بداية المشاورات الأممية وما تسمى بالهدنة. نعم نستطيع القول أن جهود السلام قربت على الانتهاء وأن الميليشيات الحوثية هي من تريد الخيار العسكري، ونحن بقوات المسلحة الجنوبية جاهزين لكل خيار. نعم. أنا أشكرك سيد فؤاد جباري المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الضالع. قال مصدر مقرب من مدير مكتب الثقافة بمحافظة تعز إن قوة عسكرية اعتقلت مدير مكتب الثقافة بتعز واقتادته إلى جهة مجهولة. جاءت عملية الاعتقال لمدير مكتب الثقافة عبد الخالق سيف بعد يوم من توجيهه سهام الاتهام لقوات تابعة لمحور تعز كانت وراء الهجوم والفوضى وإفشال حفل تكريم الفنان محمد عطروش. وقال مدير مكتب الثقافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن من أطلقوا الرصاص الحي في المهرجان هم أفراد يتبعون كتيبة المهام الخاصة التابعة لمحور تعز. إلى ذلك أدان عدد من المواطنين بمحافظة تعز الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الجماهير المشاركة في ختام مهرجان تعز العيدي السادس من قبل أفراد مسلحين ينتمون لكتيبة المهام الخاصة التابعة لمحور تعز العسكري. الجريمة مخطط لها ومرتب لها، ومن حيث عملية الاختيار من حيث التوقيت والزمان والمكان نحن لا نتناول هذا باعتبار القضية جريمة بشعة، وعلى سلطات التحقيق أن تحقق بجدية فيها. هذا الشيء غير مقبول ولا يمكن، يعني لو تشوف كمية الهلع ومقدار الهلع الذي انتاب النساء والأطفال وهن يحملن أطفالهن ويقفزن من على أسوار المدرج، لما شعرت أننا في دولة. كان تكريمه لائقا حتى آخر يوم حدث ما لم يحبطه الله من الذين خارجين على النظام والقانون والذين يريدون لمدينة تعز أن تكون غير مستقرة وأن تكون هناك مشاكل دائمة. أمر مؤسف جدا مدان، ولا يوجد أي شيء يبرر الجريمة التي روعت وأرعبت وأرهبت
آلاف المواطنين أغلبهم كان نساء وأطفال. هذه الأعمال لا تقوم بها إلا عناصر متطرفة وعناصر لا تنتمي إلى الشرف العسكري أو الشرف الجمهوري. ما حدث كان جريمة نكراء بكل المقاييس، اعتداء على مواطنين آمنين في لحظة احتفال بالعيد السعيد وبتكريم الفنان الكبير محمد محسن عطروش ضيف تعز وأحد أعلام الأغنية اليمنية. أعتقد أن ما حدث هو خطيئة وليس مجرد خطأ عادي. شهدت العاصمة عدن حفل الموسم الثالث لعيد الأضحى المبارك برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي لمشاركة المواطنين فرحة الاحتفال بهذه المناسبة. بحضور حشد كبير من جميع الفئات العمرية، أقامت دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي حفل الموسم الثالث لعيد الأضحى المبارك. هذه المناسبة العزيزة مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونحن نعيش أجواء الفرحية. نهني القيادة السياسية بقيادة الرئيس القائد عدروس بن قاسم الزبيدي الذي يأتي هذا المهرجان برعايته من منطلق زرع الفرحة والابتسامة لدى شعب الجنوب. الجنوب كل الجنوب اليوم يعيش أجواء فرائحية، فرائحة العيد في هذه المناسبة العزيزة. عمت الفرحة أرجاء الحديقة التي شهدت العديد من الوصلات الغنائية والرقصات الشعبية وعروض مسرحية وغيرها من الفقرات التفاعلية. يأتي اليوم مهرجان عيد الأضحى المبارك في موسمه الثالث برعاية كريمة من الأخ القائد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، يأتي تتويجا لعدة احتفالات ومهرجانات كانت في ثقافية كانت في العاصمة عدن ومديرياتها وفي محافظات الجنوب وأريافها. أيضا نشهد فعاليات عديدة في كل شبر من أرض الجنوب. طبعا الحفلات هذه والجو العدني والأسر هذه كلي يعني بالنسبة لي أنا الصراحة أفرح وأرتاح لما أشوف إنه الناس عادة لحد الآن عايشة، يعني بظل الظروف والحاجات اللي نحن نعيشها معروف يعني هذا الشيء، بس أشوف إنه عاد الروح موجودة والألفة والمحبة والتراحم، هذه هي روح أهل عدن الطيبة أصلا. الحفل جاء لمشاركة فرحة قدوم العيد مع سكان المدينة بطقوس وأجواء عيدية احتفالية لا تجدها سوى في عدن الثغر الباسم. هكذا هي عدن، محراب الثقافة، دار السلام، بيت الأدب، تجدها دائما مبتسمة وخاصة في الأعياد التي ترتدي بها حلة قشيبة ويمارس فيها الناس عاداتهم بكل إرياحية وفرح. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. نظمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت العواد السنوية في مدينة المكلا بحضور مناضلي الثورة الجنوبية والشخصيات الاجتماعية والسياسية وكذلك القبلية. لقاء سنوي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. اللقاء نظمته الهيئة التنفيذية الانتقالية حضرموت بمدينة المكلا، ويهدف إلى تبادل التهاني والتبريكات بحلول العيد. نقل لهم تحيات رئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، وكان حضور مشرف، حضور من نخبة المجتمع، من الاتحادات، من النقابات، من منظمات المجتمع المدني، من المشايخ، من كل أكد الحضور على التفاف الجماهير حول المجلس الانتقالي. في هذه الجلسة أو هذه الصباحية المباركة كانت فرصة للحضور بأنهم تناقشوا أيضا في هذه الجلسة الهموم والإشكالات والمعوقات التي رافقت سير أداء المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت. المشاركون في هذا اللقاء عبروا عن تهانيهم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وشعب الجنوب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، واستعرضوا مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية خصوصا ما يتعلق بها بملف الخدمات. وكان اللقاء راجع وجميل، والكثير طرحوا من الطروحات رائعة في سياسة المجلس سابقا وكيف العمل في الأيام القادمة الذي ما يعطي زخم للشارع الجنوبي. ونحن في هذه الأيام نحب أن نهني القيادة السياسية المتمثلة
للأخ القائد الرئيس عدروس بن قاسم الزبيدي. ونتمنى يعود هذا العيد وقد أخذ الجنوبيين دولتهم واستقلالهم، وأعتقد أنه اليوم أصبحوا الجنوبيين أمام استحقاق سياسي كبير وهو استعادة دولتهم الجنوبية. العواد السنوي حضره جمع غفير من مناضلي الثورة الجنوبية والشخصيات الاجتماعية والسياسية والقبلية، إلى جانب أعضاء الجمعية الوطنية والقيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديريات ساحل حضرموت. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. قلعة القارة التاريخية تحتضن المهرجان التراثي والشعبي الرابع في يافع. أهلا بكم جديد. اطلع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي على مستوى الانضباط الوظيفي بديوان مركزي بلفقي في المكلا ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، وهنأ المحافظ موظفي الوحدات الإدارية بعيد الأضحى المبارك متفقدا مستوى الأداء الوظيفي بالمكاتب والأقسام في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. كما وجه المحافظ مسؤولي السلطة المحلية بتفقد عدد من الإدارات والمؤسسات الحكومية في ساحل ووادي حضرموت. من جهة أخرى، ترأس محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في المكلا اجتماعا لمناقشة التحضيرات لمهرجان البلدة السياحي. تضمنت تصورات برنامج المهرجان فعاليات تراثية وبحرية وسياحية وفنية ورياضية. كما تفقد محافظ حضرموت سواحل مدينة المكلا مطلعا على عدد من المواقع التي ستشهد احتضان فعاليات مهرجان البلدة، كما زار ساحة العروض بشارع 60 ووجه بتأهيل المنصة وتجهيز الساحة. احتضنت قلعة القارة معقل السلطنة العفيفة بيافع بني قاصد المهرجان التراثي الرابع. المزيد في هذا التقرير. وسط حضور جماهيري غفير من مختلف مناطق ومديرية يافع بأبين ولهج، ووسط أجواء تغمرها الفرحة، شهدت قلعة القاهرة بيافع المهرجان التراثي الرابع. وخلال المهرجان التراثي ألقيت عدد من الكلمات أشادت جميعها بالتنظيم الرائع للمهرجان التراثي واليافعي الأصيل بنسخته الرابعة، كما حثت تلك الكلمات جميع الحاضرين على ضرورة وأهمية إحياء هذه الموروثات الشعبية والعادات والتقاليد التي يمارسها الآباء والأجداد بيافع بني قاصد. المهرجان شهد أيضا تقديم عروض فنية منظمة من قبل فرق شبابية من السعد ورصد، قدمت رقصات برع شعبية وزوامل وأهازيج وقصائد شعرية عبرت عن التراث الثقافي والفني الأصيل الذي تزخر به يافع السفلى والعليا. هذا وحرص أبناء يافع على تنفيذ تلك المظاهرات الشعبية في المناسبات الدينية والوطنية، تأكيدا على ارتباط الإنسان اليافعي بحضارته وتراثه ورفضه المشاريع الدخيلة والثقافات الوافدة التي تعمل على طمس هويته وتجريده من انتماءاته الأصيلة، كما أنها عادة سنوية تعبر عن مظاهر الفرحة والاحتفاء بالعيد لسكان مناطق يافع. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى أخبار الرياضة. أعلن نادي النصر السعودي رسمي انضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوفه، وتقمص الكرواتي ألوان العديد من الأندية الأوروبية أبرزها دينامو زغرب وإنتر الإيطالي آخر محطاته قبل الانتقال إلى النادي السعودي. كما لعب بروزوفيتش مع منتخب كرواتيا 87 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف.
أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا تعاقده مع البرتغالي غوتا قادما من نادي سلتيك الاسكتلندي. وخاض غوتا الذي ترعرع في نادي بنفيكا البرتغالي 83 مباراة بألوان سلتيك، سجل خلالها 28 هدفا في جميع المسابقات. وسيمتد عقد البرتغالي لثلاثة أعوام بحسب بيان نشره نادي الاتحاد السعودي. رصد القمر البدر لشهر ذو الحجة في سماء الكثير من الدول، ويمثل القمر العملاق الأول لهذه السنة، حيث كان أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد، مما جعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض قريبة جدا. يشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر. سجلت المملكة المتحدة أعلى درجات حرارة شهدتها البلاد منذ بدأ تسجيل درجات الحرارة عام 1884، وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال يونيو في المملكة المتحدة 15.8 درجة مئوية، بارتفاع بلغ 0.9 درجة مئوية مقارنة بأعلى درجات حرارة سجلت من قبل. وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تغيير المناخ ناتج عن عوامل بشرية وستزداد تواترا خلال العقود القليلة المقبلة. نهاية النشرة، وهذا تذكير للعناوين. معارك هي الأعنف بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي شمالي الضالع، والميليشيات تتكبد خسائر فادحة. قبائل مأرب وحزب الإصلاح توترات تنذر بتفجير الوضع في المحافظة. فعاليات واحتفالات متواصلة في عيد الأضحى المبارك في عدن وحضرموت.